بعد تعرضه لحادث سير مروع بالأردن، توفي الممثل الأردني ياسر المصري بعد نقله للمستشفى. المصري ولد سنة 1970 بالكويت، وحاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، وهو عضو بنقابة الفنانين الأردنيين. نال سنة 2009 جائزة الدولة التشريعية مناصفة مع الممثل الأردني منذر ياحنا، وكانت آخر أعماله التمثيلية مشاركته خلال الموسم الرمضاني الماضي بعدد من المسلسلات هي هارون الرشيد، شيء من الماضي، وأمر واقع. أثارت المذيعة هند الحناوي الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقها على صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة، وظهرت فيها بنتها الوحيدة لينا هي وحملتها، وكتبت: الآن لينا أصبحت تعتني به. البعض اعتبر هالصورة رد من لينا على والدها أحمد الفيشاوي يلي بطل يتواصل معها أبداً، ورفض تحمل التكلفة المالية لدراستها بالخارج بحسب تصريح والدتها بوقت سابق، حيث أكدت أنه ما بيشوف بنته. يبدو أنه عارضة الأزياء ميريام كلينك ما لقت ثياب مناسبة إلها، فأخذت صورة قدام المراية من دون ملابس ونشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: لما ما تعرف شو تلبس وتاخد سيلفي. أعلن المحامي الموكل من قبل الفنان محمد رمضان أنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام يوم السبت 25 آب ضد المنتج وليد منصور بسبب تعرضه لمحمد رمضان يلي قال أنه فيلمه ديزل حقق أعلى إيرادات، بينما بيأكد منصور أنه فيلم البدلة هو الأعلى. قال توماس ماركل الأخ غير الشقيق لدوقة ساسكس ماغان ماركل أنه العائلة الملكة البريطانية جمدت تحركات عائلته ومنعتهم من حضور حفل زفاف ماغان ماركل والتواصل معه، وأضاف أنه على عكسه عم دوقة كامبريدج كيت ميدلتون كان موضع ترحيب بحفل زفاف الملكة رغم ماضي الحافل بالفضايح من بين زواجه 4 مرات وإدانته بالاعتداء. لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوه، انزوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واكبسوا على الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يوميا بموجز بقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.